أطلقت حملة بكرة لينا بمحافظة الفيوم مبادرة للكشف وصرف العلاج بالمجان لغير القادرين بالاتفاق مع الأطباء بعيادتهم الخاصة. وقال شريف سرحان منسق الحملة إن الهدف من المبادرة مساعدة غير القادرين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة بهم، وأنه وجد تعاونا كبيرا من الأطباء الذين قبلوا تخصيص وقت بعيادتهم الخاصة للكشف بالمجان على الأهالي.